فوزية من الرباط متزوجة. فوزية كتصل بينا باش تقاسم معنا التجربة ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم اختي هان. لاباس عليك لاله فوزية؟ كلشي بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. كلشي لاباس الحمد لله. بارك الله فيك. المهم كنشكركم على البرنامج بزاف. انا من المتابعات ديال راديو اصوات ديال البرنامج ديال الخصوص. الله يبارك فيك. سير الله يجازيكم بخير. بارك الله فيك. ان شاء الله اليوم ما نهضرش على الميزانيه ديالي، نخليوها فيما بعد نظرا للوقت، ولكني غادي نتقاسم معكم التجربه ديالي من طريقه التحدي او لمساعده الناس الاخرين. جميل. نعم نعم استاذ. انا كنت مساعده عندي في الدار. اها. عندها 6 سنين والحمد لله علمتها. بلاتي جات عندك عندها 6 سنين؟ اييه. شحال السن ديالها دابا؟ تبارك الله راه عندها شي 21 عام. ما شاء الله. ايوا. والحمد لله يعني بالنسبه لي انا ماشي كانت يعني مهم ماشي شويه قريبه من النواحي ديالنا بهذا، وجبناها في سبيل الله ما نعتبروهاش مساعده انسانا الحمد لله من نواحي بحال احتضنتيها. اييه والحمد لله. علمنا في سبيل الله يعني بالنسبه للقرايه دخلناها تعلمت يعني صنعها وصلت واحد السن ما كانتش بغات تكمل قرايتها هي راها تاكل وصلت للتاسعه اللي يدير دابا ما كانتش بغات تكمل قرايتها. دخلناها تعلمت الحلاقه الحمد لله، دخلت الدبلوم ديالها الحمد لله، وكانت امكانيات عندنا الحمد لله. هذا درنا لها صالون تعلمت منه بمعنى الكلمه الحمد لله، راه دابا عايشه حياتها وتزوجات ودارت وليداتها واللهم لك الحمد. يعني التجربه انا من خلال التجربه ديالي هذا الشيء اللي كان بغيت نقسم مع الناس. حاجه ما نخليوش الناس يعني يعتبروا ضروري نقريوهم ونعلموهم ونكتسبوا اجر اكثر من اي حاجه. بالفعل بالفعل. اليوم كنرفعوا التحدي وفي ظرف اقل من ساعه كنسمعوا فوزيه من ألمانيا وكنسمعوا دابا فوزية من الرباط. فوزية جوج بهم. هذه علامة. وأكيد كاينين حالات أخرى، كاينين الناس اللي كيعاونوا البنيتات اللي كيجيبوهم باش يعاونوا. اليوم بنسمعوا تجارب في هذا الموسم، وفي الموسم المقبل بنسمعوا أكبر عدد ممكن من التجارب. وزعما قول لي يا زهرة عفوا فوزية. نعم أستاذ. ممكن تحضري معنا أنت وياها؟ نقدر ان شاء الله اذا كانت واخا اذا كانت ظروفك تسمح ان شاء الله نجي انا وياها. شوفي هذا درسوا هذه الامكانيه ان شاء الله تعالى وغادي تشرفونا وتقاسموا انت وياها التجربه ونسمعوا منها ونسمعوا منك ونحتفلوا بذاك النهار. مرحبا استاذ. مرحبا على عليك. شكرا لك لاله فوزيه من مدينه الرباط. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مرحبا. شكرا. شكرا لك اختي فوزيه. شكرا. احنا دائما مواصلين ما بقناش الوقت، غادي نعلن بعجاله على الفائزين معنا بالشهاده ديال احسن مدبر الشهر يونيو. كنتمنى انهم يكونوا في الاستماع.